عبد الله يعني معلش ناس كتير قالت لي انت قسيت على عبد الله، عبد الله التاريخ وانا بحترم كل الناس، ولكن دايما وابدا ما تنبش في الماضي علشان ما تزودش. يعني انت لما جيت اتكلمت رجعت الموضوع لنقطة الصفر وزودت الاوجاع، ومش هتستفيد باللي انت قلته في المحكمة بربع جنيه. والانفراد بأكده لكم تاني، بيراميدز واقف مع عبد الله السعيد وبيديله الفلوس كاش، ومنذ ان حجز الاهلي على حساباته وممتلكاته ما بيتحولوش جنيه في البنك، وبياخد الفلوس يدا بيد.